مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على شاشة 17 في جولة مع الحدث، نبدأها بكلمة لا بد منها. مهما تكن نتائج الانتخابات النيابية في خارج لبنان أو في داخله، ومهما تعرضت العملية الانتخابية لانتهاكات موصوفة ومعروفة سلفا، ومهما كان لون المجلس النيابي الجديد، فإن التاريخ لن يعود إلى الوراء، وإن الشعب الذي قرر في 17 تشرين إسماع كلمته للعالم أجمع لن يترك حقوقه ولن يترك مطالبه. لن يمحو 15 أيار ما سبقه، لن يستطيع المجلس الجديد حتى ولو طعم بنواب تغييريين، لن يستطيع إلغاء ما طالب به الشعب اللبناني من محاسبة لكل سارقيه، ولكل رئيس ووزير ونائب ومدير هدر وسرق وأجرم بحق الشعب اللبناني. لن يمحو 15 أيار المطالبة باستعادة الدولة وتطبيق الدستور واستعادة كامل حقوق الشعب، ومحاسبة المسؤولين عن تفجير المرفأ، ومحاسبة الذين سرقوا ودائعنا وهربوا أموالهم إلى الخارج، والذين احتكروا وسمسروا وباعوا الخط 29 وارتهنوا إلى الخارج. لن يمحو 15 أيار إرادة شعب قرر أن ينتفض للمطالبة بحقوقه وينقذ أجمل الأوطان من مجرميه، ينقذ رسالته وعروبته وسيادته، ينقذ مستقبل أولاده والحياة الحرة الكريمة، ويخرج من عبودية زعيمه وطائفته ليتساوى مع أخيه المواطن تحت علم واحد وجيش واحد ونشيد واحد، كلنا للوطن للعلا للعلم. من 17 نتابع وإياكم جولتنا مع الحدث، نبدأها بأهم العناوين. الثائر الحقيقي إلي هيكل إلى الحرية، والدرس سيتكرر بأشكال أخرى. البنك الدولي يدعم تزويدنا بالقمح، ووزارة الاقتصاد تصفق متفرجة. صناديق الاغتراب تصل تباعاً، ولا ثقة للشعب بمن سيفرز ومن سيعلن النتائج. وفي الجولة أيضاً، إسرائيل تصعد ضد الفلسطينيين واعتقالات عديدة في مدن وقرى الضفة. رئيس وزراء سريلانكا يستقيل ومقتل نائب وصدامات عنيفة تعم البلاد. نبدأ جولتنا بأخبار حزينة كأيامنا في ظل العهد القوي الذي نتمنى أن لا يعود قوياً بعد 15 أيار. ففي ساحة النور قام أحد المواطنين بشنق نفسه كأسلوب للخلاص من مآسي هذا العهد. أما في حي الشياح فقام آخر بقتل والدته ولم تعرف بعد الدوافع لذلك. عودة إلى خبر إطلاق سراح الناشط والثائر الحقيقي إلي هيكل إلى الحرية. إن ثورة إلي هيكل والأبطال أمثاله ستنتصر، لأنها ثورة الحق على الباطل. ونقول لوزراء الصدفة إن الدرس الذي لقنه هيكل لكم هو درس حضاري، وإن ما ترتكبونه بحق الشعب بيستاهل أكثر من دفشة، ولكن الحساب لم ينتهي بعد. مبروك لهيكل الحرية وكل التقدير والتضامن معه. هذا وقد صادقت المحكمة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة تخلية سبيل إلي هيكل، الذي دفش وزير الطاقة وليد فياض مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين ليرة. ها قد انتهت العملية الانتخابية في الاغتراب في كافة مراكز الاقتراع المنتشرة في العالم، مع إقفال آخر صندوق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وقد باتت أصوات المقترعين في الحقائب الدبلوماسية بعدما ختمت المحاضر بالشمع الأحمر، وهي إما نقلت أو جاهزة لنقلها إلى القنصليات ومن ثم إلى لبنان. أما في ولايات لوس أنجلوس الأمريكية وهو آخر مركز اقتراع تم إقفاله، فالأصوات ستبقى في المركز داخل غرفة حتى اليوم، وتم وضع عناصر أمنية على باب الغرفة. وكان 193 ألف ناخباً تسجلوا في 48 دولة للمشاركة في العملية الانتخابية في دول أوروبا وأفريقيا وكندا وأستراليا والقارة الأمريكية، إضافة إلى دولة الإمارات.
والعدد الأكبر سجل في فرنسا 28,083 ناخباً، ثم الولايات المتحدة 27,925 ناخب، تليهما كندا 27,413 ناخب، فالإمارات 25,052 ناخب، وأستراليا 20,602 ناخب، وألمانيا 16,156 ناخباً. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد تفقد سير العملية الانتخابية خلال زيارته غرفة العمليات لمراقبة الانتخابات، متوجهاً بالشكر لكل من عمل على إنجاح الاستحقاق الانتخابي في كل دول العالم، كما شكر جميع المقترعين في الخارج الذين أكدوا انتماءهم لوطنهم، كما شكر الدول المضيفة للمغتربين اللبنانيين. وقال ميقاتي إن لقاءنا يتجدد في 15 أيار لنكون معكم من وزارة الداخلية، ونأمل أن يلبي المجلس النيابي الجديد طموحات اللبنانيين ونصل إلى التعافي، مثنياً على المتابعة المستمرة من قبل المعنيين لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات النيابية. مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم أعلن أن نسبة الاقتراع العامة بلغت حوالي 60% في العالم كله، وهذه نسبة جيدة جدا، وقال إننا مستمرون في الأيام المقبلة لتأمين وصول كل صناديق الاقتراع، وأكد أنه جرى العمل بكل جهد على حصر الأخطاء والتخفيف من تأثيرها ومعالجة الكثير من الشوائب في لحظتها. أمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي قال من جهته أننا نحرص مع شركة DHL على تتبع مسار صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن دورهم ينتهي لحظة تسليمها للداخلية وإيداعها في المصرف المركزي. ولفت إلى أن المراقبين الأكثر حرصا كانوا طلاب الجامعة اللبنانية الذين كانوا يراقبون كل الأقلام. أما الموعد الكبير والمنتظر فهو يوم الأحد المقبل، يسبقه موعد الخميس لاقتراع الموظفين المولجين بإدارة يوم 15 من أيار. انتخابياً أيضاً شهد مبنى سرايا طرابلس مكتب الهويات منذ ساعات الصباح الأولى إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين بهدف الحصول على الهويات قبيل الاستحقاق النيابي. واليوم وبعد إتمام المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية في بلاد الانتشار، تعود الحركة إلى المقار الرسمية ويبدأ تحضير جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، في انتظار التفاهم بين الرؤساء عون وميقاتي على مكان انعقادها الذي سيكون القصر الجمهوري على الأرجح، وهو أمر سيتقرر في الساعات المقبلة قبل تعميم جدول الأعمال على الوزراء. وقالت مصادر وزارية إن جلسة هذا الخميس لن تكون الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي واستقالة الحكومة دستورياً وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، وإن الجلسة الأخيرة ستعقد الخميس في 19 من الجاري وفي القصر الجمهوري أيضاً. رمزي عالم الدين والد أمل عالم الدين كلوني في كتابه يحكي أجمل القصص عن لبنان الحقيقي، تقرير وفاء مكارم. في زمن كثر فيه الحكي طالع نازل، يصدر اللبناني المغترب رمزي عالم الدين كتابه احكي جالس، لأنه ببساطة قل في لبناننا الحكي الجالس. هو والد المحامية اللامعة أمل عالم الدين التي توجت نجاحها وأصبحت من أشهر نساء العالم، خاصة بعد زواجها من نجم هوليوود جورج كلوني. كتاب رمزي عالم الدين هو عصارة مذكرات لرجل له في الذكاء والعقل العفوية والخبرة ما يجعلك تغرم في قراءة كتابه. كتاب يجمع بين الشخص والعام ويسلط الضوء على جانب من الحياة الثقافية اللبنانية من خلال شخصيات أدبية وسياسية وفكرية كان مقربا منها بطريقة سلسة، وفيها من خفة الظل ما يجعل حتى النكد نكته تبقيك مبتسما طوال مدة القراءة. يستهل عالم الدين كتابه بالحديث عن والده الشيخ خليل الذي كان على مدى 33 عاما مديرا لمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وقبلها رئيسا لبلدية بعقلين الشوفية، ويتابع كلامه عن والدته
أديل تقي الدين التي كانوا يلقبونها بالوزيرة. هي سيرة مليئة بالمغامرات والعلاقات التي ربطته بكبار الأدباء والشعراء، نذكر منها سعيد عقل، نزار قباني، سعيد تقي الدين، فيروز، ماجد الرومي وغيرهم، إضافة إلى بعض السياسيين مثل سليم الحص. وبرقي مميز أثبت علم الدين من خلال كتابته أن أسلوب السهل الممتنع يدخل إلى القلب والعقل مباشرة ويترك فيك ذاك الأثر الجميل. بعيداً عن السياسة والأجواء الانتخابية الصاخبة، يقول المثل عد ألواء واحكي جالس، والحكي الجالس شيمة الكبار. ومن هؤلاء الكبار المبدع رمزي عالم الدين الذي يعيدنا إلى الزمن الجميل على الجيل الجديد يتمثل به ويحافظ على ثقافتنا اللبنانية العربية الأصيلة وتراثنا الجميل. تسلم وزير الاقتصاد أمين سلام رسمياً الموافقة النهائية من مجلس إدارة البنك الدولي على القرض الطارئ للبنان لدعم وتأمين مادة القمح بهدف ترشيد الاستهلاك حماية للخبز واستقرار الأسعار. وكان سلام قد أعلن أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني الدخول إلى العام 2023 والبلد في وضع صعب جدا اقتصاديا. وفي مواجهة التحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة، وشدد سلام على أن الاتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح، وقد يرى البعض أن المليارات الثلاثة أو الأربعة التي سيحصل عليها لبنان لم تحل الأزمة، ولكن الأهم من ذلك هي الثقة التي سيحصل عليها لبنان نتيجة هذا الاتفاق. نفى وزير السياحة وليد نصار أن يكون البابا فرانسيس قد ألغى زيارته إلى لبنان، وقال إذا كان هناك من تعديل سيتم إرجاء موعد الزيارة وليس إلغاؤها، ونحن ننتظر صدور بيان رسمي من الفاتيكان بهدف الشأن في غضون يومين. وعزى الإرجاء في حال تم ذلك إلى أسباب صحية فقط لا غير، مؤكدا أن ليس هناك أسباب سياسية إطلاقا. وشدد نصار على أن تأجيل الزيارة إذا ما حصل لن يكون إلى موعد بعيد، والتحضيرات تستكمل بشكل طبيعي. انتخب الدكتور فؤاد زمحكل رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين ميدل، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف، رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للوكالة الجامعية لفرانكوفونية العالمية IUF خلال اجتماعه الأخير الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس. وتضم الوكالة الجامعية لفرانكوفونية 1007 جامعات وكليات وشبكات جامعية ومراكز بحث علمي فرانكوفونية في أكثر من 119 دولة في العالم. من أخبارنا الأمنية، أقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه لبنانية في محلة حوش السيد علي شمال قضاء الهرمن، وعملت عناصر الصليب الأحمر على نقلها إلى المستشفى، إلى أنها ما لبست أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وتتولى القوى الأمنية التحقيق في الحادث. من أخبارنا العامة، نظمت روسيا عرضاً عسكرياً ضخماً احتفالاً بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وانطلقت الاحتفالات في الميدان الأحمر أو الساحة الحمراء في العاصمة موسكو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أن القوات الروسية تحارب من أجل أمن روسيا، مضيفاً أن الغرب كان يستعد لغزو أراضي بلاده، كما أكد أن مواجهة النازيين الجدد كانت أمراً لابد منه، في إشارة إلى المقاتلين القوميين الأوكرانيين. يذكر
يذكر أن يوم 9 من أيار يعتبر يوماً هاماً في روسيا، لأنه العيد الوطني للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها ما يقدر بنحو 27 مليون مواطن سوفيتي بين عامي 1941 و1945، والتي دمرت قسماً كبيراً من دول الاتحاد السوفيتي. الرئيس الأوكراني أعلن من جهته أن بلاده لن تدع روسيا تستأثر بالانتصار على النازية عام 1945، وقال إننا نعتز بأسلافنا الذين هزموا النازية مع شعوب أخرى في إطار التحالف ضد النازي هتلر، مضيفا لقد انتصرنا آنذاك وسننتصر الآن، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ 24 شباط الماضي. وفي استمرار لتصاعد التوتر البريطاني الروسي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وجه وزير الدفاع البريطاني بذكرى يوم النصر الروسي رسالة قوية إلى الرئيس الروسي، اتهم فيه بوتين بالتماهي مع النازية، معتبرا أن السيد كريملين يعكس فاشية ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وفي جديد العقوبات على روسيا، أعلنت الحكومة البريطانية عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظراً للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية. وسط مساعي أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي تسارعت بعد العملية العسكرية الروسية على أراضيها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ناقشت مع مجموعة السبع دعم الاتحاد والمسار الأوروبي لأوكرانيا. إقليمياً، أبلغت إسرائيل حلفائها بأنها تعد فرق اغتيال لاستهداف قادة حماس في الخارج، انتقاماً من هجمات أنهت حياة 19 إسرائيلياً منذ منتصف آذار، أحدثهم 3 قتلى ضرباً بالفؤوس و7 جرحى الخميس الماضي في إلعاد وسط إسرائيل. أعلنت شرطة سريلانكا اليوم حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس الذي قدم استقالته بعد صدامات عنيفة أدت إلى مقتل نائب من الحزب الحاكم. وقالت السلطات إن 20 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح. في خبرنا الأخير، سجل زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل تايوان على ما أفاد معهد الأرصاد الجوية في البلاد، وتسبب الزلزال باهتزاز الأبنية في العاصمة تايبي من دون أن تسجل أي أضرار تذكر. نبقى الآن مع وقفة انتخابية مع المرشحة عن دائرة بعبدة أمل أبو فرحات. هيدا آخر فيديو بحكيكن فيه قبل 15 أيار، اليوم المنتظر. أنا أمل أبو فرحات مبارك، مرشحة عن دائرة بعبدة بليحة مع نستطيع. بتعهد بفتح جوارير مجلس النواب وطلع كل القوانين المتعلقة بوجعكم واضغط تتشرع. قانون ضمان الشيخوخة، قانون البطاقة الصحية، قانون العنف الأسري، قانون إعطاء الجنسية للمتزوجة من أجنبي، قانون استعادة الأموال المنهوبة، قانون الأملاك البحرية، وغيرهم من قوانين نامي بالجوارير. بتعهد بالمطالبة بمحاسبة المسؤول عن تفجير المرفأ وتفجير بيروت حتى الرمق الأخير. بتعهد بقانون لفرض المساواة بين المرأة والرجل بالشأن العام وبالشأن الخاص والشركات الخاصة. بتعهد إنجاز قانون تحديث المنهج التربوي ليرجع لبنان منارة الثقافة بالشرق وبالغرب. بتعهد أن نكون ثائرة 17 تشرين بالندوة البرلمانية لمثلكم ومثل كل ثائر بالندوة البرلمانية. بتعهد اكشف بالاسم يلي نصب حاله ثائر وترشح على الانتخابات وكان مدسوس من السلطة هالفاسدة.
ويلي صرف أموال الجمعيات للترويج لحملته الانتخابية. وأخيراً بتعهد البدء بتشريع جميع القوانين المتعلقة بفصل الدين عن الدولة، وأنتوا رح تكونوا القاضي والحكم ومعا نستطيع. جولتنا مع الحدث انتهت. مزيد من الأخبار تجدونها على موقع tv17.com. إلى اللقاء.